رايك بقرار حسن البلام اعتزال التقليد؟ غير غلط، ضده، ضده. ليش؟ لان ما له علاقه، يعني قرار مثل ما تفضلت البدايه ضغطوا عليه وصار في ضغط وضغط ضغط، وقرار انا اشوفه يعني مستعجل، كان مستعجل وما له، ما انا يعني انا اختلف معاه، اختلف معاه بالقرار. ما له علاقه يا جماعه. اليوم انتوا، اليوم انتوا في فرق هم بين الكوميديا وفي التراجيدي. الكوميديا لازم اسوي كاركتر، يعني انا اليوم انا لو فرضنا الحين سمير، انا شلون يعني شلون اسوي كاركتر سمير؟ هو لازم اسوي كاركتره، وهو شكله شلون يتكلم شلون يقعد. حتى انا ترى انا حتى في برامجنا قبل قرقعان في حلقات وايد غلدون الربع، بس انتم ما حدري ترى هي هذه كوميديا. الكوميديا شلون الكوميديا؟ لازم اسوي كاركتر. زي ما كلمته انه يغير رايه؟ انا بلا كلمته، بس انا ضد القرار طبعا. مو موضوع انك كلمت ما كلمت، بس انا ضد القرار.